بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن ضعف الذاكرة ومرض الزهايمر وأمراض الخرف اللي بتصيب مخ الإنسان، وخصوصا مع التقدم في السن، وإزاي نفرق بين ضعف الذاكرة الطبيعي اللي دايما يعني بيحصل مع تقدم السن بتاع الإنسان أو موجود طبيعي عند بعض الناس، وبين أمراض الزهايمر والخرف اللي بتصيب كبار السن. الزهايمر او فقدان او شبه فقدان الذاكرة اللي بيجي عند كبار السن مرض شائع بيصيب حوالي 6 مليون امريكي من اصل حوالي 350 مليون انسان، فيعني نسبة كبيرة من الامريكان بيصابوا بيه، وبالتالي احنا لو قلنا النسبة دي عندنا تبقى عندنا نسبة كبيرة. ولكن انا يعني هبشركم ببشرة جميلة جدا، ان المرض ده نسبته عندنا في بلادنا العربية وفي مصر بالذات نسبته اقل بكتير جدا، نظرا للعادات الصحية والغذائية اللي بيتبعها الشعب المصري دون ان يشعر. هنروح يعني امريكا نشوف بقى واحد من الجماعة الامريكاني كلمنا بقى عن اعراض المبكرة بتاعة الزهايمر وبتاعة ضعف الذاكرة، ويفرق لنا بين الاثنين، ويفرق لنا كمان بين ضعف الذاكرة الطبيعي اللي بيجي لأي واحد ما بيكبر. هل أنا مثلا ما أكبر وأنسى مفاتيح العربية، ولا أنسى أمون العربية، ولا بص أحط زيت العربية، ولا أنسى أخرج من البيت من غير ما أخد النظارة بتاعتي، ولا الحاجات الطبيعية العادية اللي الإنسان بتحصل له كل يوم، أو أنسى واحد صاحبي كنت بقابله من فترة وفاكر اسمه وفاكر شكله دلوقتي، انا مش فاكر فاكر الشكل بس لكن مش فاكر الاسم. الاشياء اللي هي بنشوفها دي، هل هي دي مقدمات لمرض الزهايمر؟ وامتى تبقى مقدمات لمرض الزهايمر واحكم عليها بالحكم القاطع ان الانسان ده عرضة او قرب يصاب بالزهايمر؟ في دكتورة صغيرة كده اسمها ماجدالينا بيدنرجيك، ودي دكتورة في جامعة روش الامريكية، حددت لنا 10 أعراض مبكرة للزهايمر، بحيث أنت لو لقيت الأعراض دي عندك تبدأ تتحرك بسرعة علشان يبدأ عملية التشخيص والعلاج المبكر لضعف الذاكرة والزهايمر. أول حاجة بتقولها من الأعراض العشرة دي، رقم 1 الميموري لوس أو ضعف الذاكرة. فالأشخاص اللي بيعانوا من ضعف الذاكرة اللي بيؤدي لزهايمر دول بينسوا الحاجة وما بيفتكروهاش، إنما الشخص الطبيعي اللي هو عنده ذاكرته بتضعف مع السن ده بينسى الحاجة هم بتفكروا بيها، بيفتكرها في خلال دقيقتين، تقول له مثلا يقول لك أنا نسيت النضارة، تقول له ده كاس، يقول لك والله لا صح انا كنت حاطها في المكان الفلاني. ففي خلال دقيقتين، في خلال 3 دقائق، الشخص اللي عنده ضعف ذاكره طبيعي بيفتكر الحاجه هو كان حاططها فين، او كان شايلها فين، او هو كان جاي منين، او كان رايح فين، او كان جاي يعمل ايه في المكان ده. لكن الشخص اللي هو عرضه للاصابه بالزهايمر ده بينسى الحكايه دي، ما يفتكرهاش يعني بصعوبه جدا، ما يفتكرهاش خالص. وده اكثر علامات المرض بتاع الزهايمر شيوعا. تلاقي دايما بيسأل نفس الأسئلة، بيكرر نفس الأسئلة، لأنه بيسأل السؤال حتى يسمع إجابته بينساها ويسألك نفس السؤال تاني. فدي دايما برضو بيحتاجوا على الحاجات اللي بتساعدهم يعني للتذكر، يعني مثلا كاتب نوتة كاتب فيها الحاجات اللي هو عاوزها، عامل حاجات تنبهه على الموبايل والكلام ده، فعشان بدأ ينسى بسرعة. كمان رقم 2 حاجة اسمها difficulty with problem solving، فقدان القدرة على حل المشكلات. يعني بيعاني بعض الأشخاص اللي هم عندهم تغيرات في الذاكرة بتؤدي للزهايمر بيجد صعوبة في اتباع خطة كان أو عمل أو طريقة كان بيعرف يعملها. يعني مثلا كان بيفك حاجة، يعني مثلا المروحة عطلت فكان عارف يفكها ازاي وبتاع ويصلح الزرار ده ازاي بسرعة، بدأ ينسى الحكاية دي خالص. أشياء كان متعود عليها بيعملها، لما التليفزيون يعطل أو حاجة تعطل بيعرف يتعامل معاها بسرعة، حاجة بتبوظ عنده بيعرف يعملها، بقت الأشياء اللي هي مألوف إنه كان بيتعامل معاها بقى صعب يتعامل معاها. كان عارف مثلا بيدفع فاتورة الكهرباء إزاي، بيروح فين وبيعمل إيه، الإجراءات دي بقى بدأت تبقى مش عارفها، ويسأل ويستغرق وقت فيها كتير جدا عن الوقت الطبيعي اللي هو كان متعود عليه. صعوبة في إكمال المهام اليومية، في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في القيادة إلى موقع مألوف، أو ينظم قائمة المشتريات بتاعة الخضروات والبقالة بتاعته، إن هو بقى مش عارف يجيب إيه وما يجيبش إيه والكلام ده.
تالت حاجه الكونفيوجن اوف تايم اند بليس، الارتباك في الزمان والمكان، يبقى مش عارف هو النهارده ايه وهو فين بالظبط، المكان ده ايه بالظبط. فبيفقد الاشخاص المصابون بداء الزهايمر في المراحل المبكره بتاعته التواريخ، المواسم، حاجات ما كانش بينساها خالص، عيد ميلاده، النهارده عيد ميلاده، النهارده عيد ميلاد زوجته، النهارده مناسبه مهمه وعيد ميلاد ابنه، الحاجات دي بدأ ينساها وما يفتكرهاش خالص. وقد يواجه ايضا صعوبه في فهم مكانهم او كيفيه وصولهم اليه، المكان ده هو جه هنا، جه هنا ازاي، ركب ايه، ايه المواصلات اللي ركبها ووصل هنا ازاي. رابع حاجه التغير في الفيجن والسباتشيال اويرنس، يعني ايه؟ تغير في الرؤيه والوعي المكاني، تغير في الرؤيه والوعي المكاني. فالزهايمر بيأثر على الإدراك البصري حتى في مراحله المبكرة، بيؤدي في صعوبة على الحكم على المسافات، يعني الشيء اللي هو بعيد 10 متر ممكن يقول لك لا ده خلاص هيخبط فيه، ممكن يعني تسبب له مشاكل الحكاية دي في تحديد المسافات، تحديد حتى الألوان أو التباين الألوان بيبدأ ما بيعرفوش، بيؤدي لمشاكل في القراية، مشاكل في القيادة، القيادة بالذات لأنك أنت لازم تبقى عارف المسافة، مقدر المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي قدامك، مقدر حجم السيارة بتاعك، كل الحاجات دي بتبقى مشكلة عنده وممكن تؤدي إلى إن هو يعمل حوادث. خامس عرض عندنا من أعراض فقدان أو ضعف الذاكرة المؤدي إلى الزهايمر هو decreased أو poor judgment، الحكم السيء على الأشياء، يحكم حكما سيئا على الأشياء. فقد يظهر الشخص المصاب بمرض الزهايمر تغييرات في قدراته على الحكم أو اتخاذ قرار، وقد يتخذ قرارات مالية سيئة، يعني يشتري حاجة مش محتاجها أو يدفع فلوس كتير جدا أو يتنصب عليه أو يعني يحصل مشاكل معه كان لا يمكن، مشاكل مالية كان لا يمكن أنها تحدث قبل كده، أو يتجاهلون النظافة الشخصية، بس ليه أهم بقى في نظافته بحلاقته والكلام ده والشاور بتاعه والحاجات دي كلها، إيه بدأ مظهره يبقى مختلف خالص عن الأول. سادس عرض عندنا من الأعراض المهمة المبكرة اللي بتؤدي إلى حدوث الزهايمر هو الوزدرول فروم سوشيال انتراكشنز، يعني الانسحاب من المناسبات الاجتماعية والعزلة. فده بيحصل في مرحلة مبكرة جدا من موضوع الزهايمر، تبص تلاقيه انعزل عن الناس، مش عاوز يروح أي مناسبات، ومناسبات تبقى مهمة، في عزاء مهم لحد قريب له جدا مش عاوز يحضره، فرح مهم، فرح ابنه، فرح بنته، تلاقيه مش عاوز يروح، وإذا أكبره بياخد مكان كده ويقعد لوحده، ما مش عاوز يحتك بالناس ويبقى له نشاط اجتماعي زي المعتاد عليه. ما بعدش مهتم بالهوايات اللي كان مهتم بيها، ما عادش بيتفرج مثلا على ماتشات الكورة وتجذبه الحاجات دي، ولا تغير كبير جدا في عاداته الاجتماعية. سابع حاجة عندنا المود اند بيرسوناليتي تشينجز، تغيرات في المود وفي المزاج وفي الشخصية. فده الزهايمر المبكر ممكن يؤدي إلى تغيرات في المزاج والشخصية، وده بيؤدي إلى زيادة تهيج عصبي جدا وزيادة قلق وزيادة الاكتئاب، وينزعج بسهولة ويشتبه في الناس بسهولة، يظهر تقلبات مزاجية غير معهودة، زيادة الشكوك والارتياب في الناس. تامن حاجة خاصة بالزهايمر هو difficulty with speech and writing، صعوبة الكلام والكتابة والتعبير عن الأفكار، تقول له خد اكتب كما تعود، يكتب شكوى، يكتب كلام، يكتب موضوع تعبير، يتكلم عن حاجة، يعبر عن حاجة بالكتابة، أو يعبر عن موضوع عموما بالكلام، تلاقيه قاعد مش مجمع الكلام على بعضه وبيدور على الكلمات الصحيحة وأفكاره ما عادتش مرتبة. وممكن كمان يطلب منك انك انت يعني لو سألته سؤال وعاوز إجابة ممكن يقول لك انت عيد السؤال تاني، السؤال ايه اللي انا مش مركز معاه كويس تاني. فده برضو بأعراض ممكن تكون بتؤدي الى الزهايمر. تاسع حاجة بقى المينتال كونفيوجن، الارتباك الذهني والديس اورينتيشن، ما هواش عارف بالظبط ايه اللي بيحصل حواليه. فالافراد اللي هم هيصابوا بمرض الزهايمر ده بيبقى خصوصا في بيئه غير مالوفه او بيئه معقده، بينسى مكانه، بينسى التاريخ، بينسى الغرض من الاشياء المالوفه. يعني ممكن يروح مثلا يطلع رخصه
ويطلع في المرور يقول لك انا ايه اللي جابني هنا؟ انا كنت جاي اعمل ايه؟ ويقعد كتير يا جماعه مش عارف بالظبط هو كان جاي يعمل ايه في المكان ده، ممكن يروح محل عاوز يشتري حاجه واول ما يوصل مش فاكر هو كان جاي هنا ليه بيعمل ايه بالظبط يعني. وضع الاشياء في غير موضعها، فقدان القدره على تتبع الخطوات، الشخص ممكن اللي هو مصاب بالزهايمر المبكر ده او بدايه الزهايمر ممكن يحط اشياء في اماكن غير معتاد انه يحطها عليها، ويفقد القدره على العوده الى الاماكن اللي هو حطها فيه، يعني حطه في مكان غير معتاد وكمان مش عارف يرجع له ويشوف هو حطه فين. فغالبا بيبقى عندهم شكوك وبيتهم الناس بالسرقه، يعني لو هو في مكان عمل وبعدين حط حاجه في مكان وجي يدور عليها في المكان اللي متعود يحطها فيه وما لقاهاش، يفكر ان حد دخل وسرق منه الاشياء دي، فدايما بيحصل له مشاكل ومفاجأة ان الاقي انها موجوده في مكان تاني خالص. في اخر حاجه بقى عندنا، وديت يعني نسبه حدوثها قليله ولكن بتحدث من الاعراض المبكره للزهايمر، وهي الاجريشن اند اجيتيشن، العدوانيه والانفعالات. في بعض الحالات بيبقى شخص بتاع الزهايمر ده عدواني وقلقان ومنفعل، وخصوصا في بعض المواقف، وبيبقى ده طبعا امر محزن للعيله بتاعته او للاشخاص الاصدقاء بتاعته، ان هو دايما عصبي ودايما يعني يتحول لشخص عنيف في بيته مع اولاده ومع اسرته على غير العاده، فده طبعا بيبقى بيضايق الجماعه اللي موجودين معاه. طيب نيجي بقى لاعراض الزهايمر بقى، اللي خلاص انسان الشخص اصيب بالزهايمر وبقت عليه الاعراض واضحه جدا، ايه الاعراض اللي انا لقيها عليه عشان اعرف ان هو حاله زهايمر واضحه، وفقدان او ضياع للذاكره او ضعف شديد في الذاكره مرضي، ولازم ان هو يعني في الحاله دي يتعالج. الميموري لوس بتاعه بيزداد سوءا، فقدان الذاكره وضعف الذاكره بيزداد سوءا وحده، وما يشملش بس الاحداث الاخيره فحاس، بيشمل ايضا جوانب مهمه من التاريخ الشخصي بتاعه والاعتراف بالعائله والاصدقاء، يعني ممكن مثلا ينسى ابنه اسمه ايه، اخوه اسمه، يشوف يعني بقى افراد من العائله كمان ما هواش عارف مين هم دول. بعد كده difficulty with communication، فقدان او صعوبة التواصل، بيصبح التعبير عن افكاره وفهم المحادثات شيء صعب جدا، بيكافح للعثور على الكلمات، متابعة المناقشات او انه يبدأ خطاب متماسك، كلام متلعثم ومبقاش عارف يركز خالص. برضو عملية الارتباك وعدمي بيزيد جدا في الزهايمر، وبيبقى مش عارف هو فين بالظبط، مش عارف المكان، المحيط بتاعه، المألوف بتاعه مش عارف خالص، ممكن يخرج من البيت بتاعه ويفقد القدرة على العودة. لذلك الناس اللي مصابة بالزهايمر لازم يكون مكتوب معاه أو لابس سلسلة بتحدد عنوانه ومكانه واسمه، علشان لما يجدوه يقدروا يرجعوه المكان بتاعه. الـ difficulty with basic tasks، صعوبة المهام الأساسية، تصبح المهام اليومية عنده زي ارتداء الملابس، صعبة جدا، الاستحمام، العناية الشخصية، كل ده بيصبح معتمد على الآخرين فيه، معتمد على حد يساعده إن هو يروح الحمام يلبسه، الكلام ده دي بتبقى عملية إيه؟ يعني في الآخر خالص في الزهايمر. التغيرات في السلوكية والمزاجية بيصبح يعني شديدة جدا وأكثر وضوحا، فيزيد القلق عنده، بيزيد الإثارة عنده، العدوان، اللامبالاة، قد تحدث أيضا اضطرابات في النوم، الشرود الليلي، يعني يخرج بالليل وما يعرفش يرجع تاني خالص، او يخرج كده يهيم على وجهه. الهلوسة والاوهام، يعاني بعض الافراد المصابين من الزهايمر متقدم من الهلوسة، رؤية او اسماء او سماع اشياء غير موجودة، او معتقدات، يعتقد حاجات غير طبيعية، او شكوك او لا اساس لها، او اوهام، يشك ان في حد عاوز يقتله، حد عاوز ينتقم منه، او خلافه. فقدان الوزن وتدهور الصحة الجسدية، ده مع تقدم المرض بيعاني من فقدان الوزن وانخفاض الصحة البدنية، وصعوبات في الأكل والبلع وتنسيق الحركة بتاعته. عدم القدرة على التعرف على أحبائهم، وده يؤدي يعني بيبقى شيء محبط جدا، ممكن مش عارف ابنه، مش عارف زوجته وخلافه يعني. انخفاض الوظيفة المعرفية، بيصبح التدهور الذهني عنده واضح كبير بشكل كبير جدا، بيأثر على مجالات كتير من التفكير، الذاكرة بتاعته بتضيع، الانتباه، قدرته على حل أي مشكلات أو اتخاذ قرارات صعبة جدا جدا جدا. طيب
الست دي بتقول لك هل في طريقة نقدر نتفادى بيها أو للوقاية من الزهايمر؟ فهي بتقول لك في طرق تقلل من الحكاية، لأن في استعداد جيني للزهايمر. واحنا قلنا في اول الحلقه يا جماعه ان في الدول الاجنبيه نسبه انتشار مرض الزهايمر اعلى من عندنا، ده مش نظرا لاختلاف الجيني، ده نظرا لاختلاف البيئي، عاداتنا الغذائيه مختلفه. فهي الست بتقول ان برغم ان في استعداد جيني للحكايه دي، الا ان يعني ممارسه الرياضه، الانشطه الاجتماعيه، اندماجك في الانشطه الاجتماعيه والعائليه بكثره، ده بيقلل ويمنع من حصول او حدوث ضعف الذاكره الشديد او الزهايمر ده. احنا بقى كنا يعني اتكلمنا في حلقه عن الاعشاب، كتير عن الاعشاب، اتكلمنا مثلا عن الشاي الاسود والمواد اللي هي مضاده الاكسده اللي فيه، اللي بتمنع من او بتقلل من حدوث تدهور والزهايمر. وفي حلقه ان شاء الله هنعملها على كل ما يقابلنا حاجه يعني بتمنع من تدهور او بتحسن من الذاكره، زي مثلا زيت الزيتون، وجدوا ان هو مفيد جدا جدا في حكاية الحفاظ على القدرة الذهنية للإنسان والوقاية من حدوث الزهايمر ده وأمراض كتيرة جدا. ويا ريت ترجعوا لحلقة زيت الزيتون عشان تشوفوا قد إيه إحنا بنتنعم بأشياء كبيرة جدا يعني غير موجودة عند الآخرين. ده فكرة بسيطة جدا في مقال أنا قريته وعجبني، وقلت إن أنا إيه أنشره يعني لعله يكون فيه فايدة لأي شخص مهتم بالتعرف على حكاية ضعف الذاكرة وبدايات حدوث الزهايمر. دي الحلقة اللي عندنا النهاردة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.